أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يوجد في بعض النسخ للكتاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما حكم إدراج لفظة آله؟ تخصيص آله ما يكفي، آله وأصحابه، تخصيص آله هذا صار شعار للشيعة الآن، ولا يجوز أننا نحيي سنة الشيعة فيها. نقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أو نقول صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا الذي ورد في الأحاديث، وفي هذا الذي ورد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يقل صلوا عليه وعلى آله، فصلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا قلت صلى الله عليه وسلم فقد وافقت لفظ الآية. نعم.